السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا المشاهدين الكرام متابعي قناة الوطنية. في حلقة اليوم برنامج من الجزائر سنتطرق إلى قضية الحرائق المندلعة في شقيقة تونس والهبة الجزائرية لمساعدة ومؤازرة إخواننا التونسيين، وهذا ما يعني وأدى الفتنة أو محاولي زرع الفتنة أن هناك خلاف بين الجزائر وتونس. في المحور الثاني سيكون لنا التطرق إلى السياحة الداخلية في الجزائر، أسباب ولماذا لم تنتعش السياحة كما هو مطلوب. النقاش كل هذا قبل ذلك نتابع أهم أخبار اليوم ونعود إلى النقاش في البلاطو. بداية، أشاد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين بالدعم الفوري الذي قدمته الجزائر لبلاده لإخماد حرائق الغابات التي تشهدها، معربا عن شكره للإخوة الجزائريين الذين كانوا في الموعد كالعادة ولم يترددوا لحظة لتقديم يد العون، حيث أرسلت الجزائر حوامتين من الحجم الكبير تابعة للقوات الجوية وأزيد من 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، سيارة إسعاف طبية وأزيد من 70 فردا، وخلال استقباله لطاقم وعناصر الحماية المدنية الذين أوفدتهم الجزائر للمساهمة في إخماد الحرائق تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أثنى وزير الداخلية التونسي الذي كان رفقة سفير الجزائر لدى تونس عزور بعلال على موقف الجزائر في تقديم الدعم والمساعدة لبلاده. ونحب نأكد لكم اللي تقريبا ليلة البارحة إلى ساعات متأخرة من الليل كان ثم اتصالات في أعلى مستوى. السيد الجمهوري كان حريص على متابعة الوضع والمسألة بنفسه، يعني حبيت يطمئن على كل الجهات المتاخمة للمكان اللي فيه الحرائق، حبيت يطمئن على الأهالي. وكان ثم اتصال إلى ساعات متأخرة، ثم اتصال حتى مع الأخوة الجزائريين في أعلى مستوى، وكالعادة الأخوة الجزائريين كانوا في الموعد. صحيح عن اتفاقية ضاربة في القدم تعود إلى سنة 1985 تكرس التعاون الوثيق والفوري في مجال مكافحة يعني موجبات الكوارث وإطفاء الحرائق. في خبر آخر، تزداد شدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وسط جو يسوده ارتفاع أسعار المحروقات والتي أثرت بدورها سلبا على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية. وأثبت تقرير لمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب وجود عديد الاختلالات التي تثبط سيرورة ما يسمى بالنظام الغذائي. وجاء في التقرير أن المملكة المغربية تستورد نصف حاجيات المواطنين من القمح، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية بالمغرب وقدرتها على تحقيق الدوام الاستراتيجية لهذا المكون. إلى إيطاليا، أين أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا أن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته. وقال دراغي أمس الأربعاء أن الدعم الشعبي لحكومته غير مسبوق ويستحيل تجاهله. وجاءت تصريحات دراغي بينما يدرس المناشدات التي تطالبه بإلغاء استقالته، مؤكدا تأثره بالمناشدات العفوية من الإيطاليين العاديين في الأيام الماضية والتي حثته على البقاء، مستشهدا خصوصا بالتماسات رؤساء البلديات والعاملين في المجال الطبي والذين وصفهم بأبطال الجائحة. عودة إلى الأخبار الوطنية، حيث ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقة برفقة كل من وزير النقل عبد الله منجي ووزير الأشغال العمومية كمال الناصري اجتماعا لتنسيق ومتابعة مشاريع البنية التحتية لمشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات بولاية تندوف ومشروع الفوسفات المدمج بولاية أتبسة. اللقاء يأتي في إطار خطة طريق بين قطاعات الطاقة والمناجم النقل والأشغال العمومية كبداية لعملية التحضير لتزويد المشروعين بجميع المنشآت والمرافق الضرورية، لا سيما المتعلقة بنقل الخامات المنتجة والمحولة عبر الطرقات والسكك الحديدية والموانئ. كما أكد الوزراء الاستعداد والجاهزية لمرافقة هذين المشروعين نظرا لأهميتهما الاستراتيجية للبلاد وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية. وفي بشرى للمسافرين، أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلة بحرية إضافية استثنائية على متن السفينة الجزائر 2 على خط مارسيليا الجزائر يوم الأحد 24 جويلية. وحسب بيان لوزارة النقل فإن الخطوة جاءت للتكفل بالمواطنين العالقين بمدينة مارسيليا الفرنسية الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة، كما دعت المسافرين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة التقرب من مصالح المؤسسة بمارسيليا من أجل التسجيل على قائمة السفر، موضحة أنه يمكن لباقي المواطنين ممن يعنيهم الأمر وفي حدود الأماكن المتوفرة اقتناء تذاكر سفر على نفس الرحلة.
مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إلى النقاش في البلاطو. عدنا مشاهدينا الكرام الى البلاطو مع ضيوفنا الكرام، حيث سنناقش في حلقه اليوم موضوع الحرائق في تونس والهبه الجزائريه التي دحضت الابواق التي حاولت زرع الفتنه بين الشقيقتين الجزائر وتونس، حيث نسعد بالنقاش في البلاطو الاستاذ كمال بن خلوف نائب برلماني، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. شكرا على تلبيه الدعوه. استاذ حكيم بوغراره استاذ جامعي محلل سياسي، مرحبا بك. اهلا، شكرا على الدعوه، اهلا بالمشاهدين وبالضيوف الكرام. شكرا جزيلا. استاذ موسى بودهان محلل سياسي، مرحبا بك استاذ موسى. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافه، تحيه لك وللاستاذين الفاضلين المحترمين. شكرا. وكل متتبعي ومشاهدي قناه الوطنيه داخل وخارج الوطن. شكرا جزيلا لك. استاذ كمان نبدا معك، بالنسبه للحرائق هي امر يعني امر طبيعي جاء في توقيت يعني في الصائفه وكذا، وهذا الامر كان يعني عاشته الجزائر من قبل، وألا ترى أنه يعني جاء الحريق كان سببا ربما حتى في إسكات بعض الأبواق التي أرادت أن تقول أنه هناك في الفترة الأخيرة يعني ربما خلاف أو يعني سياسي بين الجزائر وتونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال احنا ما نتمنوش لا للجزائر ولا لتونس ولا لأي دولة أخرى أنها تصاب بالحرائق، لأن الحرائق لها أثار على البيئة، لها أثار على المواطنين، لها أثار على كل الحياة الطبيعية للناس خصوصا في الصيف، وتزيد لهم درجة الحرارة. لكن يقولوا في المثل رب ضارة نافعة، هي مرات تشوف حاجة تبدأ أبواق كثيرة تدفع إلى تشكيك، تدفع إلى إثارة غبار من التأويلات ومن الحديث غير الموزون، وتستغله بعض الخصوم في توجهات أو في توجيهات معينة لإثارة النعرات داخل المجتمع، سواء المجتمعات العربية عموما. أصيبت يعني الشقيقة تونس بهذه المصيبة اللي هي يعني الحرائق المهولة التي رأيناها، والتي كانت تتطلب أن يكون فيه استشعار مسبق. احنا نطالب أن يكون دائما فيه الدراسات، فيه القراءات، فيه المختصين، فيه الآليات، لأن هذه الأمور تجي في لحظة، ويمكن في لحظة غفوة أو غفلة تأخذ الأخضر واليابس. يفترض أن يكون في احتياط دائم خصوصا في الصيف، وتمت عندنا العام الماضي وأدت إلى ما نعرف كلنا، والأسباب تحرزت لحد الآن، الجرح مازال قائم لحد الآن. لكن في هذه الأيام الأخيرة بدأ نوع من التآمر على الجزائر من خلال محاولة تشكيك في أن العلاقات الجزائرية التونسية على غير ما يرام، وفيه بعض الناس تذهب إلى تفكيك عرى العلاقة الجزائرية التونسية، ليس على مستوى السلطة فقط، بل على حتى تعمقتها على مستوى المواطن، على مستوى الشعب، وعلى مستوى إثارة بعض وسائل التواصل الاجتماعي لشيء من تفكيك أسر الشعوب الشعب الجزائري. هدفهم ربما عزل الجزائر، يعني في هذا المحيط، من جهة عزل الجزائر ومن جهة إثارة الفتنة. ونحن نعتقد أن الشعب الجزائري والشعب التونسي والشعب المغربي والشعب الموريتاني والشعب الصحراوي والشعب الليبي شعب واحد متوحد عبر الأزمنة والعصور. لذلك لما جاءت هذه الظاهرة أو هذه الحادثة، في الحقيقة أعطت صورة غير تلك الصورة التي أراد البعض أن يسوقها، حيث هبت الدولة الجزائرية ويعني عناصر الجيش وعناصر الحماية المدنية لإخماد هذه الحرائق، وأعطت صورة أخرى للتكامل والتضامن ووحدة الشعوب المغاربية، وبذلك أسكتت أفواها كانت تريد أن تؤجج شيئا لم يكن، ولكن في الحقيقة يترك دائما الأثر تاعه. ولذلك نحمد الله أن هذه العملية لم تتطور إلى غيرها. وكلما أرادوا، احنا نقول دائما هذه الشعوب شعوب مسلمة، هذه الشعوب وحدتها يد الله، لا يمكن ليد الشيطان أن تقسمها أو أن تفرقها.
نعم، شكرا جزيلا استاذ كمال. استاذ حكيم، بالنسبه لك يعني وزير الداخليه التونسي كان اشاد بالهبه السريعه للجزائر في المساعده لاخماد حرائق جبل بوقرنين، فبالنسبه لك يعني الان الجزائر يعني وقفت يعني الى جانب شقيقة تونس، لكن هل الا توجد يعني ربما تفكير في المستقبل في اليات يعني لمواجهه الحرائق اللي عشناها الان نعيشها في دول المغرب العربي وكما عاشتها اوروبا وغيرها يعني في المنطقه؟ هو حقيقة في هذا الأمر أود الرجوع قليلا حتى نفتح قوس، هو المد والجد في السياسة هو أمر طبيعي، المواقف والاختلافات والنصيحة والمشورة أمور معمول بها، فقط لا يجب أخذ مثلا خلاف في مباراة كرة قدم بين الجزائر وتونس أو آراء حول مستوى الفريقين الجزائري والتونسي، فالمجال مفتوح وهذه هي طبيعة الكرة. بينما تبقى في السياسة قد تكون هناك تصريحات، قد تكون هناك مواقف عن حسن نية، لأن النفاق في السياسة أمر ليس جميل، وبالتالي فأعتقد بأن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون من إيطاليا حول تونس كانت في مصلحة تونس، والدليل أن ما أتبعته الجزائر بعد تلك التصريحات واستضافتها وتوجيهها الدعوة للرئيس التونسي قيس سعيد والاتحاد التونسي للشغل لحضور ستينية الاستقلال، هذا يعكس بأن قد تكون هناك اختلافات في السياسة، لكن مصلحة العامة للبلدين والعلاقات هي متينة ومحورية، وبالعكس هذه المواقف الصريحة والتي تكون في وقتها قد تكون دفعا لتحقيق التوافق التونسي ومساعدة تونس على الخروج من هذا المسار السياسي الذي يعرف تنافسا وتجاذبا في تونس، وهذا أمر داخليا، لكننا نبقى نتابع شؤون سياسية لكل الأقطار والأوطان، لأن تشابك العلاقات الدولية لا يخفى على أحد، وبالتالي فهذا النقاش الذي تخلقه وسائل الإعلام يجب النظر إليه بنظرة إيجابية، فحتى الاتحاد الأوروبي مختلف في الأزمة الأوكرانية وفي العلاقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي لا يجب الأخذ كثيرا على هذه النقاشات، وأنا أعتبرها أمر خصب جدا طالما أنها تنتمي إلى مساحة التواصل والتعبير وإبداء الآراء وإبداء الاختلافات. والدليل عندما كانت الحرائق في تونس وتوجيه الدعوة للجزائر لمساعدتها استجابت الجزائر، ولا يجب أن ننسى بأن هذا رد جميل لتونس، لأن تونس رغم متاعبها الاقتصادية السنة الماضية عندما اندلعت الحرائق في الجزائر أرسلوا طائرة هليكوبتر لإخماد الحرائق، وعندما كانت طائرة تونسية في الجزائر اندلعت حرائق في تونس، والطائرة التونسية تطفئ النيران في الجزائر لأنها اندلعت في الجزائر أولا. نحن لا ننكر الجميل ولا ننسى أي يعني خطوة بسيطة لمساعدة الجزائر، التونسيين اقتسموا معنا الخبز في حرب التحرير وقدموا شهداء في أحداث مجزرة ساقية سيدي يوسف التي تسبب فيها الاستعمار الفرنسي، وبالتالي الجزائر هي بصدد رد جميل تونس، هذا حتى لا ننكر خير أي شخص مهما كانت مساحته، مهما كانت عدد شعبه، مهما كانت جيرته، وبالتالي فأعتقد بأن المصلحة العامة بين الجزائر وتونس تقتضي مثل هذه السياسات الصريحة، لأنه في وقت الأزمات الجزائر لا تجد إلا تونس وتونس لا تجد إلا الجزائر وأزمة كورونا، وهذا ليس لدينا أي مزية أو جميل على تونس، لأننا بصدد دائما رد جميل التونسيين. الجزائر اقترحت على مستوى، سنعود إلى المقترح معليش سيد حكيم، معذرة نحل الكلمة للسيد موسى ثم نعود إلى المقترح في نفس السياق، يعني سياق يعني محاولة هناك الأطراف التي وخصوم الجزائر الذين يحاولون ربما زرع فتنة وخلاف بين الشقيقتين الجزائر وتونس، يعني كيف ترى أنه يعني كانت ربما هذه الواقعة يعني أثبتت أنه لا خلاف ويتبقى المودة بين الشعبين قائمة من يعني لتوزم؟ يعني نعم، لما ذكرتم الأستاذ بالقاسم أن الجزائر قامت بهبة وليس يعني ليس جميلا منها أو مزية أو شيء من القبيل، بل هو واجب وهي استجابة فورية مثل ما ذكرتم، وكانت يعني بكل توفرت فيها كل العناصر البشرية والمادية، يكفي أن نذكر أكثر من 70 فرد من الحماية المدنية متمرسين لهم خبرة وتجربة في ميدان إطفاء الحرائق، أكثر من 25 شاحنة أو سياريج لإطفاء الحرائق، وحوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية القوات العسكرية طبعا.
هذا اعتبره يدخل في اطار التضامن، التنسيق، التعاون، التكامل بين الشعبين الجزائري والتونسي وبين السلطتين الجزائريه والتونسيه ايضا. ولا مازيه مره اخرى نقول ما قامت به الجزائر في هذه المحنه وفي مناسبات سابقه يدخل كما قلنا في إطار التقاليد والعادات التي رسمتها الجزائر لنفسها، خاصة في العمل الإنساني، العمل التضامني، وهذا ليس غريبا عنها، يدخل في تقاليدها وعاداتها، وخاصة إذا تعلق الأمر بدولة شقيقة، دولة جارة تربطنا مع تونس علاقات تاريخية تعود إلى أعماق التاريخ. وذكر الأستاذ بغرارة قبل قليل أن دماء الجزائريين اختلطت مع أو اندمجت أو تمازجت إن صح التعبير مع دماء التونسيين في سقي سيدي يوسف بفعل شنيع، بفعل مؤامراتي، بفعل يعني تدميري من الاستعمار الفرنسي. فقلت هذه السمات والخصائص والمميزات التي تتصف بها الجزائر، ولا أقول دون غيرها، الجزائر وبعض الدول التي دائما تكون السباقة، تكون في الصفوف الأمامية للقيام بمثل هذه الأعمال الإنسانية، إخماد الحرائق أثناء الزلازل، أثناء الفيضانات وغيرها. لاحظ معي أن الجزائر كانت ترسل وفود وأرسلت في أكثر من مرة ومناسبة وفود من سواء من الحمايه المدنيه او من القوات المختلفه، الجيش الوطني الشعبي، نعم، الدرك الوطني مثلا، لخارج الوطن، يعني لا اتحدث عن الوطن ولا اتحدث عن دوله جاره، وانما في كثير من انحاء العالم، وساهمت في استتباب الامن والاستقرار وفي اخماد الحرائق. نعم، شكرا استاذ موسى. اعود اليك استاذ حكيم ثم احيي الكلمه نعود لك في قضيه المقترح، يعني بالنسبه للمقترح اللي كنت باش تواصل فيه. والجزائر في اكتوبر 2021 اقترحت اليه افريقيه من اجل التدخل في الكوارث وتخصيص اللوجيستيك البشري والمادي من اجل التدخل في مختلف الدول الافريقيه للتصدي للكوارث، خاصه الفيضانات والحرائق والزلازل، لان التغيرات المناخيه العالميه التي نوقشت في مختلف القمم في غلاسكو، في باريس، في ريو، في جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، كلها كانت تتقاطع في أن العالم قد تغير كثيرا مناخيا، وأن العالم مقبل على الكثير من الكوارث. وتقارير أمريكية تقول بأن 2021 كلفت العالم 350 مليار دولار حرائق من الغابات ومن الفيضانات، وبالتالي فارتفاع حدة هذه الكوارث وخاصة الحرائق التي تضرب تقريبا كل المنطقة المتوسطية امتدادا حتى إلى دول آسيا هي حقيقة كوارث تعصف كل عام بالحزام الأخضر الذي يتنفس منه العالم. التقرير الأمريكي في 2021 قال بأن غابة الأمازون مثلا تعرضت إلى 20,000 حريق لوحدها، والتي هي تعتبر رئة العالم. وبالتالي فهذه الفكرة الجزائرية والتي تم تبنيها بالأغلبية في قمة مالابو الأخيرة التي انعقدت في شهر مايو الماضي، من شأنها أن تضمن تكافل وتضامن جميع الدول الإفريقية من أجل مساعدة الدول في هذه الكوارث والتقليل من الخسائر التي تضرب الجبهة الاجتماعية وتضرب الجبهة الاقتصادية وتنعكس سلبا وتضاف إلى الجفاف ونقص الأمطار ونقص المياه، خاصة في القارة الإفريقية. ومع الأزمة الأوكرانية زادت حدة المتاعب المتعلقة بالعامل الإنساني، وبالتالي فهذه الآلية من شأنها أن تقلل الخسائر وأن تجعل من إفريقيا تتبنى سياسة تضامنية في التقليل من هذه الكوارث وضمان الحد الأدنى من التدخل لمساعدة خاصة الدول الفقيرة والتي لا تمتلك إمكانيات من تقليل حجم الخسائر في حالة حدوث
كوارد. وبالمناسبة أشادت القمة العالمية التي انعقدت في ستوكهولم السويدية قمة البيئة بمناسبة يعني انعقادها للمرة 50 ثمنت هذه المبادرة الجزائرية الإفريقية وثمنتها كثيرا، وأعتقد بأنه قد تكون هناك مساعدات دولية لوجستيكية لهذه المبادرة من أجل تجسيدها في أقرب وقت، لأن العالم والتغيرات تفرض الإسراع في تجسيد هذه الفكرة. شكرا جزيلا. استاذ كامل، بالنسبة لك يعني في نفس الإطار، يعني الآن نرى أن الحرائق أصبحت يعني تحدث يعني أزمات على مستوى الاقتصاد، يعني فكيف تكون هناك ربما آليات كفيلة يعني باش نتخلصوا من هذا بالنسبة للاقتراح اللي اقترحته الجزائر، وكيف يعني نمضي باش نحافظ على الدول النامية هذه باش يعني كما نقولوا من أثر الحرائق عليها يعني؟ وفي الحقيقة الحرائق لن تتوقف، لأن كلما توفرت عواملها اشتعلت النيران. نعم، عوامل الحرارة وأحيانا حتى العامل البشري. والعوامل الآن تزداد توفرا، لماذا؟ لأن عامل المناخ والتغيرات المناخية معروف أنها تتطور في اتجاه أنها ستكون مؤثرة على البيئة بشكل كبير، وأول عامل يكون مضرا بالبيئة هو النار. والنار. ولذلك كلما توفرت عواملها إلا وتوفر هذا الخطر. هذه العملية معنى ذلك أنها حتمية موجودة. البشر خلقوا ليتكيفوا مع اليابانيين، جاءوا لقوا بلادهم غير زلزال، يعني كيف معها وتحولت بنيانهم إلى أنها بناء يعني الزلزلة الأرض تتحرك وهم يخدموا عادي. لماذا؟ لأنه التكيف، البشر خلق ليتكيف. يعني إحنا عايشين الآن رانا في جو بالك سخون يبان عادي، لما نشوف واحد عايش في ليزيسكيمو عايش في اسمه في النقص 20 درجة وتبان له وعايش، معنى ذلك أن البشر يتكيف. احنا كيف نستطيع ان نتكيف مع المستقبل؟ هذا التكيف مع الان يعني الذكاء الاصطناعي، مع الاختراعات القادمه اللي هي اكثر تطورا، يفترض انها تكافئ المخاطر هذه، وانما تتطلب فقط رؤيه وتتطلب حزما. المشكله في المنظمات الدوليه ان المقترح ياخذ مسارا طويلا للتحقق. يعني تلقى المسار الآن مثلا الجزائر اقترحت هذا المقترح يأخذ مسارا طويل حتى يصل إلى مستوى يعني تكون وقعت كثير من تحقيقه على مستوى الواقع. هذا الذي يجعل من الآليات الدولية نوعا ما بطيئة، ولكن ومع ذلك مطلوب من الدول، احنا دولنا دول في البحر البيض المتوسط تعرضت عدة مرات إلى هذه الحرائق، أنها تقوم بمجموعة من الإجراءات التي تستطيع أن تحد أو تحدث تنبؤ أو توقف، أو كذلك جزء مرتبط بالتوعية، لأنه احنا شفنا أنه عندنا احنا في الجزائر هنا اللي يشعلوا النار يشعلوها ناس، لأنه باش يشعلها باش يدير هذاك يعني الفحم ربما الفحم وغيرها. واحد يشعلها من أجل باش يجدد الحشيش، هو ببساطته بثقافته البسيطة، لأن كانت بكري عادي، اليوم أصبحت ليست مثل السابق. ولذلك مطلوب تكون فيه توعية، تكون فيه إعلام قادر على أن يوضح للناس، يكون فيه كل الوسائل تتحرك، الإمام يتحرك والأستاذ يتحرك والكل يتحرك ووسائل التواصل تتحرك، ومن جهة أخرى لابد أن يكون فيه مراكز للرصد، مراكز لدراسة هذه الظاهرة، مراكز للبحث عن الوسائل الأنجع لتحقيق هذا. إذا توفرت هذا، مع أنه نسعى إلى أن تكون الآليات الدولية، مع أنني أقول أن كل الآليات الدولية عادة ما تأخذ مسار طويلا، ويمكن أنها إذا اعتمدنا عليها قد لا نحقق ما نفعل. شكرا جزيلا أستاذ كمال. دهمنا الوقت، فاصل ونعود للنقاش في موضوعنا الثاني. مشاهدينا الكرام،
عدنا مشاهدينا الكرام للنقاش في المحور الثاني والمتعلق بالسياحة الداخلية في الجزائر. لماذا السياحة الداخلية لم تنتعش؟ هذا سؤال يجب أن نجاوب عليه، نحاول أن نجيب عليه مع ضيوفنا الكرام. أستاذ حكيم بغرارة، السؤال موجه لك يعني مباشرة، لماذا السياحة الداخلية لم تنتعش في الجزائر؟ والله قضية يعني إذا كان نقارن، نقارن الآن بعد ما كنا تحدثنا في المحور الأول على الجارة تونس، بمجرد أن فتحت الحدود كل الجزائريين يهبون إلى الجارة شقيقة تونس، هذا يعني أمر يعني جيد ومحبب، ولكن تمنينا أن يكون بتوازن يعني بشكل متوازن، يعني سواء التونسيين في الجزائر أو الجزائريين في تونس. يعني هو ما فيش تمني يا أستاذ، في القطاع السياحي لا يوجد تمني، يوجد منافسة، توجد هياكل، توجد مناطق سياحية. تونس مثلا أنا زرتها عدة مرات، في تونس هناك تجمع العمراني، هناك المنطقة الصناعية وهناك المنطقة السياحية، وهذه استراتيجية منذ زمان، هم بدأوا في استراتيجية، والوزارة أو الوزير الذي يأتي يكمل هذه المشاريع الاستراتيجية، وبالتالي فما تعيشه تونس مثلا أو تركيا أو فرنسا أو إسبانيا أو اليونان من نجاح في السياحة هو ثمرة لسنوات طويلة جدا من العمل والتخطيط. نحن للأسف في الجزائر نفتقد لأي استراتيجية، والاستراتيجية الناجحة الوحيدة الناجحة في الجزائر هي تصدير السياح إلى الخارج، وما يتبعه من نزيف للعملة الصعبة ومن اتساع الهوة بين الإمكانيات السياحية في الجزائر ومختلف الدول وخاصة تونس. حتى لا نكذب على أنفسنا، الجزائر طبيعياً ما خلق الله من إمكانيات طبيعية، هي الأجمل، ممكن والعديد من المناطق والمواقع، حتى إن قلنا الأجمل في العالم، لكن المورد البشري، الاستراتيجيات غائبة. وعندما تكون لديك إمكانيات طبيعية كبيرة ولا تمكن أدوات تطويع هذه الأدوات، فإنك فاشل في السياحة. وما يحدث للجزائريين من اختيار وجهات أسيوية وعربية وأوروبية فهذا من حقهم، طالما أن الشخص يدفع أموالا من أجل الاستفادة من خدمات، من أجل الذهاب للسياحة في محيط نظيف يتمتع بالخدمات الراقية جدا وبالأسعار التنافسية بما فيها تذاكر الطيران، وبالتالي فالعروض هي كبيرة جدا، حتى أن مثلا تركيا في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 حققت مداخيل بخمس ملايير دولار، وتنتظر عائدات بأكثر من 20 مليار دولار. إيطاليا يعني بالنسبة التي عقدنا معها 15 شراكة أو 16 اتفاقية شراكة سنويا تضمن عائدات ب 45 حتى 50 مليار أورو من السياحة، وبالتالي أنا كنت أود أن نستفيد من هذه التجربة الإيطالية وأن ندخل في شراكات مربحة حتى نطور من الجانب السياحي في الجزائر. الجزائر تعيش تأخرا حتى لا نقول تخلفا سياحيا منذ الاستقلال، 1541 بلدية معظمها لا تتوفر حتى على مسابح بسيطة، فيه نقلة في السنوات الأخيرة، فيه الكثير من المسابح الجوارية والنصف الأولمبية، لكنها تبقى بعيدة كل البعد عن النمو المتزايد لطلبات السياحة في الجزائر. وقطاع السياحة يقال عنه صناعات بدون دخان، هناك الأردن، هناك مصر، سوريا سابقا، كثير من الدول التي سبقتنا لديها تجارب بسيطة بفعالية اقتصادية كبيرة جدا. أدنى الدول العربية تحقق، تونس مثلا عائدات ب 1.5 مليار دولار بدون تلويث للبيئة. وبالتالي حتى أختم، الجزائر مطالبة بتصدير استراتيجية مستدامة دائمة، الوزير الذي يأتي بعد وزير عليه أن يكمل تلك الاستراتيجية مع التركيز على العامل الجواري والتمكين مختلف المناطق الوطنية من حضائر للألعاب ومن مسابح بسيطة. نعم، شكرا أستاذ حكيم. بالنسبة للاستراتيجية والتخطيط المستقبلي أستاذ كمال، ألا ترى أنه الفنادق الآن هنا حتى إذا وجدت يعني موجودة فنادق، لكن للأسف الشديد الفنادق سعر الفندق في الليلة الواحدة ربما يسمح لك باش تقضي أسبوع في دول أخرى؟ يعني هو الحديث عن السياحة في الحقيقة هو حديث ذو شجون، لأن يقولوا في العادة أنه الحاجة أم الاختراع. لما في دول أخرى شافت أنه لابد أن تتحرك في ميدان السياحة تحركت. إحنا ما عندناش رؤية، إحنا في السياحة في الجزائر ما عندناش رؤية.
لا فيزيون عندنا في الجزائر ما كانش. الشيء اللي خلى ما عندناش محيط للسياحه، ما عندناش ثقافه سياحيه. ثقافه سياحيه، العمل البشري لازم المواطن، المواطن المواطن سياحة. ككل لم تصنع فيه الثقافه السياحيه، ولذلك لا يستطيع، لانه السياحه خدمات. خدمات، ولازم يرتاح السائح، لازم يحس بالراحه والخدمه. خدمات يعني. تبدا من المطار وحسن استقبال وتمشي للترونسبور وتمشي للقهوه وتمشي للفندق وتمشي للمنتجع وتمشي للمجموعه كبيره. احنا كل هاي متى بدات الفنادق تنشا؟ اذا كانت تسمح لي سيد كمال نفتح قوس. انا مثلا مشيت للبنان، في لبنان تبدا كما قلت من المطار، السائق الطاكسي يعني سائق سياره الاجره يقول لي روح للروشه. الروشه هذه قلت واش هذه الروشه؟ رحت لقيت هي صخره مثل صخره متواجده في شاطئ داير لها رصيف، والناس تجي تزورها وكل الناس تساهم، يقول لك روح للروشه هذه الصخره. الصخره هذه موجوده عندنا في جيجل، موجوده عندنا في بجايه، منها عده صخرات في الجزائر. انا اعطيك مثالين. عده صخور في الجزائر عندك فيها اربع فصول ما كانش في العالم. عندك الصيف صيف، وعندك الشتاء شتاء، وعندك الخريف خريف، وعندك الربيع ربيع، وعندك جبل، وعندك تحته بحر وبلاج، يعني قليل باش تلقاها في العالم. عندك في الجزائر حاجات انه المناظر الطبيعيه، تروح لتيزي وزو تبهرك، تروح لبجايه تبهرك، تروح للقل تبهرك، تروح لتمراس تبهرك، تروح لوين تروح تبهرك، كل مكان. ولكن خلي الجزائر وروح لدبي. دبي مصنوعه ارتيفيسيال، يعني صناعي، ما كاش فيها حاجه طبيعيه. كل المعالم السياحيه التي تزورها هي معالم صنعها البشر. انت صنعها لك ربي، تدي لها البشر ما كاش تقدر تديه. دونك هذا هو الاشكال، هي ثقافه في النهايه. ان عندك لي غروت في جيجل، عندك في بلايس، لكن احنا ما عندناش القدره على تسويق هذا المنتج. ما هو المنتج؟ ماناش قادرين لا نتصوره، وما نقدر لا نكريو الثقافة عند المواطن به يستقبل السائح، ولا عندنا القدرة على أننا نسوق هذا. ولذلك لقينا روحنا به نبدأ وصارت لنا هذيك عفسة البيضة والدجاجة، وينها اللي هي قبل. ولهذا واقعين في خلط. أنا نتصور باللي إذا كان كاين وزارة اليوم تتحرك في إطار آخر، وهو دير جلسات مع الفاعلين، مع الوكالات السياحية المغبونة، مع الفنادق. نعم. مع كل متعاملين وشركاء الاقتصاديين في هذا القطاع. يعني قطاع تسمع إلى هؤلاء، لانه هؤلاء هم الذين سيعطون، لانه هذو عايشين واقع، ما مش عايشين المسؤولين. هنا في هذاك النهار لما تروح انت يا ماليزيا من الجبل صانع لي هذيك واسمها التوريفال في الفوق، طال حصان حكي كل السكوب فولونت، كي تطلع الفوق تحس بروحك وكانك في القمر. ومن بعد تلقى كل معالم السياحه تنبض. احنا عندنا ما كانش. لذلك مطلوب اليوم يتجند الناس كل هنا يولي الجزائري. الجزائري الان عنده مشكله، راهو يعيش في الجزائر، يلم الدراهم في الجزائر وروح يمدهم في دوله واحده اخرى، لانه ما يشوفش روحه باللي في الجزائر يحوس. لازم هذه تتقلب، وبه تتقلب لازم لها اعلام يتحرك، لازم لها ثقافه تتحرك، لازم مدرسه تتحرك، لازم وزاره السياحه تتحرك. إذن أستاذ موسى، بالنسبة لك يعني كيف تقيم يعني وضع قطاع السياحة في الجزائر، يعني وكيف ننهض بهذا القطاع؟ سؤال كبير ومعقد ويحتاج إلى ساعات وليس إلى دقائق. يعني ولكن مع ذلك يعني أقول مثل ما أشار الأساتذة الأفاضل بأن السياحة في الجزائر تحتاج إلى نهضة، تحتاج إلى ثورة في الذهنيات، ثورة في التكوين، في كثير من الأمور. مع فتح الحدود او اعاده فتح الحدود ابتداء من 15 جويلية المصارم، جويلية يعني الشهر هذا الشهر الذي نحن فيه، توافد الجزائريون على معابر على الحدود اللي تربطنا بتونس، يعني بمجموعات ومجموعات كبيره وكبيره جدا. وهذا ايضا يعني لا نمنيه ولا وليست لدينا لنا مزية على اخواننا في تونس. معليش بني جلدتنا اخواننا الجزائريين يروحوا لتونس خير من يروحوا لجهات اخرى، هم كما يقولون نفسهم وراحتهم مع بارك الله فيك بلد مسلم. لكن اتمنى مثل ما يتمنى كل الجزائريين ان تنتعش السياحه عندنا في الجزائر، وان تنهض السياحه في الجزائر، انها تشكل موارد مهمه ومهمه جدا لخزائن الدوله. لاحظ معي استاذ بالقاسم، في تونس
مواردهم الأساسية متأتية من 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 السياحة. هم يعني سبقونا، وهذه لابد أن نقولها، يعني سبقونا في المجال السياحي. ولكن كان افتح قوس، إحنا السياحة في السبعينات كانت متواجدة، السياحة كانت هناك، سياحة يعني حركة سياحية كبيرة مقارنة بالوضع الحالي. مشكلتنا مثل ما ذكر الأساتذة ليست في 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 الـ في الـ في التنوع السياحي. لدينا سياحة جبلية، سياحة حموية، سياحة بحرية، سياحة صحراوية، الكثير من الأنواع. المشكلة دائما تعود إلى العنصر البشري في التكوين. رغم أننا أبرمنا اتفاقية التعاون والتكامل، لا سيما في مجال التكوين في السياحة مع إخواننا في تونس مثلا، لكن أثارها لم تظهر لحد الآن. يعني الآثار، خاصة أبحث عن الآثار الإيجابية. العفو، الجزائر لديها مع 6 دول على الأقل حدود، لديها 12,000 أو 1200 كيلومتر على ما أعتقد، ما يسمى بالسواحل. نعم. إلى جانب الجبال، إلى جانب الصحراء. تمرس، ذكر الأستاذ تمرس، الأجانب يعني كل ما أتوا إلى تمرس في زيارات سياحية ومغرب إلا وتحدثوا عن الأسكرام، الأحجار وأسكرام. نعم، يعني بي 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 بشغف، بشيء لا يوصف، يعني شيء خارق العادة. لكن نحن لم نقدر مع الأسف الشديد هذه الكنوز السياحية، ولم نكون مواردنا البشرية، العقليات والذهنيات. مع الأسف الشديد ما الأستاذ قال، نهذبش بالعمارة من العبارة، ما نقولش متخلى ذهنيات متخلفة، لكن هذه الحقيقة أستاذ، يعني شئنا ما بينا. بالنسبة للأسعار، كيف تشوف الأسعار؟ الأسعار أيضا غير تنافسية، يعني غير تنافسية وحتى النوعية. تكلم الجزائر الآن، الخدمات المهضرة بصراحة، الجزائر علاش يروح لتونس؟ لأنه في تونس ربما خدمات 2-3 مليون سنتيم، يعني خدمات يقضي أسبوع، إحنا يقضي بها ليلة ولا ليلتين. بالضبط أستاذ بالقاسم. نعم. ثم مربط الفرس، الأسعار معقولة تنافسية، والخدمات نوعية جيدة. نوعية. نعم. هذا هو الشيء اللي يخلي الجزائريين مع الأسف الشديد أنهم يروحوا من هنا أو لهنا وهناك، لتونس وتركيا، وذكر الأستاذ إيطاليا وإسبانيا قبل أن تسوء. نعم، شكرا أستاذ موسى، كمل الكلمة فقط. فقط أركز على أن العلاقات مع تونس علاقة جيدة، وهناك من حاول مع الشديد الإساءة لها أو المس بها من خلال ادعاءات كثيرة، من بينها أن الجيش التونسي شارك في ما يعرف بمناورات الأسد الإفريقي، وأنا أسميها مناورات الدب الإفريقي، لأنها مثل ما يقول تولد الجبل. أو معلش أستاذ مساكر، إذن لا فقط وحيد، يعني لا يمكن لأي كان أن يمس بالعلاقات الجيدة التاريخية المتميزة بين الجزائر وتونس. حتى السياحة هي تؤكد هذه العلاقات الجيدة، يعني تبادل السياح بين الجزائر وتونس. سيد حكيم، بالنسبة لك، يعني بالنسبة للمستثمرين، لماذا نرى يعني وجود مستثمرين أجانب في الجزائر؟ يعني والسلطات الآن شاهدنا في البرلمان مؤخرا قانون استثمار يفتح استثمار الأجانب سواء المحليين لتشجيع الاستثمارات، يعني هل سنرى يعني مستثمرين أجانب يعني في قطاع السياحة في الجزائر مستقبلا؟ هو صعب كثيرا أن تمنح قطاع السياحة خاصة في الجنوب الجزائري إلى مستثمرين أجانب، لأننا عشرة تجربة مريرة. نعم. عندما تم اختطاف السياح الأجانب حتى استغلال الثروات ربما، لا، وتبين فيما بعد بأن تلك العمليات كانت خطة استخباراتية من أجل التسويق بأن الجنوب الجزائري غير مؤمن. نعم. وما تبعته فيما بعد من هجمات على المواقع النفطية، وهذا لجر الجزائر إلى حزام النار في منطقة الساحل، وتبين بأنها خيوط استخباراتية. أنا إذا فضلتني بين الأمن وبين عائدات سياحية معتبرة، أنا أفضل دائما الجانب الأمني، وبالتالي فالأمور لا يمكن أن تناقش ببساطة، لأن الصالونات الدولية التي احتضنتها الجزائر خاصة بالسياحة الكثير يطرح إشكالية منح التأشيرات للأجانب للسياح للدخول الجزائر. هو حقيقة
أنا متفهم لهذا الأمر، لأن الاختراقات كبيرة ودول كثيرة مجاورة للجزائر كانت تمنح تأشيرات بدون دراسة للملفات الذين يطلبون التأشيرات، وتبين فيما بعد أن حتى دول الجوار تم القبض على مسلحين فرنسيين وأوروبيين، وتم السماح لهم بمغادرة تلك الدول دون محاكمات ودون الحديث على السياحة. وبالتالي حقيقة السياحة هي مورد مهم جدا، والاستثمارات الأجنبية هي مهمة جدا، لكن أنا مع التحفظ يعني لأن قد تجلب استثمارا بمليار دولار، لكن إذا تم وحدة توجيه هذا الاستثمار أو اختراق هذا الاستثمار قد تخسر الملايير من الدولارات، ويلزمك سنوات طويلة لاسترجاع الثقة الأجنبية. وبالتالي أعتقد بأن الظروف الأمنية التي يمر بها العالم يجعلك تتحفظ أكثر في مثل هذه الأمور، وما حدث في تيغن تورين ظهر بأنه بخيوط استخباراتية، والدليل بأن الكثير من الشركات التي تستثمر في الطاقة قاطعت الجزائر لسنوات طويلة، وها هي اليوم تأتي ركعة في أبواب الجزائر. على كل حال الاستثمار الأجنبي هو يمكن اللجوء إليه في مجال التكوين، في مجال الشراكة، في مجال التمويل، في مجال نقل التكنولوجيا الفندقية والتصاميم الجميلة للبناءات الفندقية، على أن يسير الجزائريين. يمكن أن نستفيد من التجربة التونسية، لأن القضية كذلك هي قضية مورد بشري. وبالتالي فالجزائر هي مطالبة أولا بوضع استراتيجية مستدامة مثل ما قلنا في الأول، على أن لا تتغير هذه الاستراتيجية ولا تعود على الصفر. وأنا هنا مع تشجيع السياحة الجوارية، لأن طبيعة يعني القدرة الشرائية للجزائريين تراجعت كثيرا. الذي يملك مسابح مثلا أو حاضرة ألعاب في بلديته لا أعتقد بأنه يلزمه السفر إلى تونس أو إلى تركيا، على الأقل يضمن حد أدنى للأبناء والعائلة من أجل الترفيه. وبالتالي فالاستثمار الجواري هو لا يكلف كثيرا، ولمسنا الكثير من التجارب في مختلف الولايات. عندما تسافر إلى عنابة أو إلى الغرب الجزائري تشاهد بعض الاستثمارات البسيطة للأطفال، ألعاب الأطفال وغيرها ومسابح صغيرة، ودت مردودية وخلقت الكثير من مناصب العمل وعائلات يعني جماعات محبوبة. وبالتالي هذه هي الأمور، عندما تعمم المناطق السياحية على بساطتها يمكنك الارتقاء إلى الأحسن ثم إلى الأحسن. أنا ضد أن أتحدث عن الأسعار الغالية في الجزائر، لكن تدهور العملة الجزائرية هو الذي يجعل الأسعار مرتفعة، وبالتالي فالسياحة هي مرتبطة بالدورة الاقتصادية والارتقاء تضخم الاقتصادي الوطنية. وعندما تكون لديك عملة قوية يمكنها المنافسة مع العملات الأخرى، وأن تنخفض الأسعار وفقا للعرض ووفقا للطلب، لأن الأسعار في الجزائر هي غالية على مدار سنة. أما في الدول السياحية إذا ذهبت بعد شهر أوت أو سبتمبر تنزل الأسعار إلى درجات لا يتخيلها الفرد بما فيها تذاكر الطائرة. وبالتالي كما قلنا هناك مستشارين في الجزائر، هناك دراسات قيمة في مختلف المدارس والجامعات حول السياحة، وفيها أفكار مهمة جدا يمكن أن تستفيد منها وزارة السياحة. على نقطة الاستشراف والدراسة وكذا أستاذ حكيم، السؤال المطروح لك أستاذ كمال هو السياحة الآن ليست سياحة ثقيلة ولا الفنادق وبشكل كبير كما قال أستاذ حكيم، تكفي ربما السياحة وليست حتى السياحة قضاء العطلة وغيرها. شاهدنا مثلا وشاهدوا في عين دراهم، في مركب عين دراهم في تونس، أنا كنت أتساءل واحد الفترة لماذا كل الفرق الرياضية تذهب إلى هذا المكان، يعني هذا في حين هي منطقة تقع بجنب يعني مدينة جزائرية، ولكن فقط لأنه صاحب المكان هذا كوش خصص في دار فندق، مع الفندق خصص يعني مساحات لملاعب يعني، ومش ملاعب يعني مسيجة ولا حاجة، ملاعب يعني فضاءات يعني وين يقدروا كملعب يقدروا الأندية تدير فيه التدريبات تاعها. معناتها هنا هذا صاحب الفندق لقى فكرة أنه يجلب الفرق الرياضية، معناتها مش من السياحة من أجل قضاء الاستمتاع وقضاء العطلة فقط، تقدر تكون سياحة لأفكار أخرى، أفكار الرياضة دينية سياحة دينية وغيرها. يعني كيف تشوف الأمر؟ سيدي احنا عندنا السياحة على كتبين وكتب رؤية. الرؤية هي أنني نشوف أنا الجزائر وش هي، كينا الجزائر فيها طريقة من الطرق الصوفية اللي فيها تابعين لها حوالي 200 مليون شخص، اللي هي تيجانية موجودة في عين ماضي، المركز نتاعها في عين ماضي الشيخ
أو اليوم الشيخ الزاوية راهو في السنغال استقبلوه استقبال باهر السنغال 10 ملايين مريد. انت عندك روح العين الماضي ما تلقاش مطار وما تلقاش فندق وما تلقاش خدمات. وهذا الافريقي اللي يجي جاي من اجل به يزور الشيخ، هذا مورد ديني، يعني هذوك الناس بزاف. انا شخصيا في عين الماضي في 2006 رحت تغطيه تيجانيه وبتدخل الوالي باش لقيت ما بيت انا شخصيا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه عندك الاماكن تاع التطبيب، يعني تاع التداوي، اللي هي اماكن سياحيه في الحقيقه، هي اماكن سياحيه. عندك الجبال، عندك الوديان، عندك الصحراء الجزائريه، شيء رهيب، شيء عجيب فيها. معناها احنا ما يخصناش السيت توريستيك، تخصنا صناعه الموقع السياحي. نحول الشناوة يحكموا الحجرة يعودوا يديروها ويكتبوا فيها ويبيعوها لنا. حتى التقاليد كامل، حتى التقاليد عندنا مثلا مهرجان فانتازيا في تيارت على الخير، هذا كله الثقافة. هذه يعني الثقافة الجزائرية. شوف، في تيزي وزو كاين ثقافة، في بجاية كاين ثقافة وعادات وتقاليد، في الصحراء كاين عادات وتقاليد، في الشوية كاين جبل غوفي، جبل مقرس، يعني كل جبل كل مكان في الجزائر ينبض بالسياحة. مطلوبة رؤية ما فيهاش الخوف. مشكلتنا احنا رانا السياسة نتاعنا نتاع السياحة مدايرينها كيفاه، كيما السلحفات. السلحفات تمشي، اولا تنمية ماشية غير هكذا، وغير تلقى اي خطر تعاود تدخل هذيك القوقعة وترقد. واش معناه؟ السياحة تتطلب ريسك، كيما لوطوروت. دوك لو كان واحد يعود يخاف من الاكسيدون، على بالك شنو يصرى له؟ ما يقدرش يصرى، خلاص ما يخرجش من الدار. صحيح، مادام راني رايح نمشي قادر ندير اكسيدون. والتاجر، التجارة مبنية على المخاطرة. إذا كان عينك تربح لازم تخاطر. احنا السياحة كاين الآن دبي، أنا نشوفها دبي، شوف هذه الإمارات، ملي تدخل كي تمد الباسبور تاعك خلاص ما تلقى لا بوليسي لا والو. وين الدور الكاميرات؟ وين تدخل الأوتيل عارفينك وين تروح؟ ليه؟ لأن الآن الذكاء الاصطناعي ما بقاش يحتاج إلا للإنسان البشر هو اللي يوقف. لا، كل شيء مادام ماتريكيل مادام كذا. ولذلك مطلوب منا اليوم انه تكون عندنا رؤيه. احنا واش نحوسوا؟ احنا اذا كان نحوسوا على سياحه تدخل الدراهم وتخدم منا اولادنا وننجحوا، في تصوري ان عندنا قيم. الشعب الجزائري عنده قيم، عنده ثوابت، عنده كذا، نقدروا ننجو. هنا يتحركوا الناس، يتحركوا العرب. نجيبوا سيدي ما نروحوش للقور، العرب اللي حابين يستثمروا. انا عندي اعطيك مثال موجع. عندي واحد من دوله عربيه جاي عيط لي، ورجل أعمال كبير، كان وزير ولا ورجل أعمال، جاي يدخل الجزائر، دار طالب تاع الفيزا، ضرب 6 شهور وجاي به يستثمر، ما عطاولوش الفيزا. أصعب فيزا هي الفيزا تاع الجزائر، تقول هذا رانا رايحين مع روين، يدي فيزا وخلاص. نعم. حاجة برك كاينة واسمها إلى الأمن القومي، ما كان حتى واحد يدير فيه. إلى كان تولي أغلق البلاد من اجل ونقول ندير السياحه، مستحيل السياحه تساوي تفتح البلاد. استاذ كمال، هذا دوركم في البرلمان. نعم. ربما الان. نعم. في جانب التشريع والقوانين. نعم. وغيرها. معليش، بقات اقل من دقيقه نطرح الاستاذ موسى. قبل ايام قليله فقط البرلمان الجزائري بغرفتيه صادق على قوانين مهمه جدا تشجع الاستثمار، سواء الاستثمار بشكل عام او الاستثمار في المناطق الحره. عدلنا مجموعه من القوانين، قانون التجاري، قانون علاقه العمل، كل هذا باش يخلق لنا فرص للتشغيل، فرص لتكون موارد او مداخل اضافيه لخزينه الدوله، فرص لتحريك عجله النمو وخاصه التنميه الاقتصاديه بشكل عام. هذه سنه اقتصاديه كما قال رئيس الجمهوريه، لابد ان تكون سنه اقتصاديه بامتياز، لكن هذا يتطلب منا كما قلنا التكوين، التغيير الذهنيات، العقليات، كل الوسائل والظروف المتعلقه بالسياحه موجوده، فقط ينقصنا فيها اننا نفعل بالاليات المتعلقة بذلك. وكما قلت نركز خاصة على التكوين، المورد البشري أساسي في عملية السياحة، في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام. نتمنى طبعا الخير، كل الخير لبلدنا، لاقتصادنا، حتى يتطور، حتى وخاصة في جانبه المتعلق بالسياحة.
وخير إن شاء الله لكم ولنا ولسائر المؤمنين جميعا. خير الجميع وخير الجزائر إن شاء الله بصفة عامة، وإن شاء الله هذا نقاشنا من أجل ازدهار السياحة في الجزائر. شكرا جزيلا أستاذ موسى أبو دهان محلل سياسي، شكرا أستاذ حكيم أبو غرار محلل سياسي أستاذ جميع، شكرا أستاذ كمال بن خلوف نائب برلماني، شكرا جزيلا لك. أنتم مشاهدين الكرام شكرا على حسن المتابعة، إلى موعد اللحاق دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.